وحول آخر التطورات ينضم إلينا جميل حسن مراسل أورينت نيوز معنا من حماة تحديدا جبل شحشبو. أهلا بك جميل، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ نعم أحلام، هناك تطورات وأحداث كثيرة سنبدأها من العمليات العسكرية التي قامت بريف إدلب الشرقي بعد حشودات كبيرة لميليشيا أسد الطائفية وقوات الاحتلال الروسي على محور التمانعة. كانت تتحضر بأسلحة وذخائر وأيضا بمجموعات كبيرة لميليشيا أسد الطائفية وميليشيا حزب الله من أجل القيام بعمل عسكري على محاور بريف إدلب الشرقي. هنا الفصائل المقاتلة كانت متواجدة وبدأت بشن عمل عسكري، هي عبارة عن إغارة على عدة محاور، بدأت على محور شم الهوى وتل مرق وعدة مناطق أخرى بريف إدلب الشرقي. تمكنت من كسر الخطوط الدفاعية الأولى ودخول سرايا الاقتحام إلى داخل هذه الحواجز، تبعتها سيارة مفخخة يقودها عنصر تابع لغرفة عمليات الفتح المبين. تمكن من استهداف أيضا الخطوط الدفاعية الأولى على محاور ريف إدلب الشرقي. تمكنت الفصائل المقاتلة من قتل أكثر من 20 عنصر وجرح أكثر من 50 آخرين، بينهم ضابط أو من بين الأسرى أسرى 10 عناصر تقريبا، بينهم ضابط برتبة رائد وأيضا قتل ضابط برتبة عقيد. وهناك من بين الجرحى طبعا حالات حرجة تم نقلها باتجاه مشفى حماة. طبعا في مشفى حماة هناك أصبح سكن عسكرية لكثرة الإصابات التي تصل إلى هذا المشفى، يتم نقل المدنيين باتجاه مناطق أخرى أو مشافي أخرى في المناطق سواء كانت في دمشق أو في حمص. لذلك تمكنت أيضا الفصائل المقاتلة من السيطرة على 3 عربات بي ام بي وعربة شيلكا وأيضا قاعدة كورنيت والاستيلاء على أسلحة وذخائر كثيرة، وتمكنوا أيضا من تدمير عربة بي ام بي ومقتل الطاقم الذي كان بالقرب منها وأيضا أعطاء الدبابة على ذلك المحور، ومن ثم انحازت الفصائل المقاتلة عن هذا المحور. طبعا وسط تمهيد مكثف من قبل طيران الاحتلال الروسي والطيران التابع لميليشيا أسد الطائفية، منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة تجاوز عدد الطلعات الجوية 200 طلعة جوية نفذت من خلالها أكثر من 1000 صاروخ ما بين صواريخ فراغية وصواريخ شديدة الانفجار ومنها صواريخ ارتجاجية، تركزت على محاور الاشتباك وعلى المدن والبلدات في ريف إدلب الجنوبي وجبل شحشو بريف حماة الغربي. إذا ما وصلنا إلى أحدث التطورات أيضا على ذات المحور، اليوم دخل وفد تركي مؤلف أو في معه عدة آليات مصفحة، دخل من طريق أو جسر سراقب وصولا إلى طريق الM4 واستطلع عدة مناطق أخرى. بحسب ناشطين أو مطلعين أو قاموا بالحديث معهم، ربما يكون هناك استطلاع لإنشاء نقاط تركية جديدة تعزيزا للنقاط المتواجدة منعا لتقدم ميليشيا أسد الطائفية. حتى اللحظة انتهى الوفد من عملية الاستطلاع والوصول باتجاه النقاط التركية، ومن ثم عاد أدراجه. لا نعلم حاليا إذا وصل باتجاه الحدود السورية التركية أم ما زال في عمله في منطقة أخرى سواء كانت في جسر الشغور أو محاور اللاذقية. إذا ما بقينا قبل الانتقال إلى نقاط أخرى جميل، دعنا نتحدث عن استهداف روسيا للنقطة التركية في ريف حماة الغربي، هل من معلومات حول هذا الاستهداف طبيعته وهل كان هناك خسائر لهذه النقطة؟ نعم، بما أن النقطة التركية المتواجدة في نقطة شير مغار هي منطقة عسكرية وخاصة أن ميليشيا أسد الطائفية متمركزة في بلدة الأحويز، يعني يصعب على المدنيين أن يتواجدوا في تلك المنطقة أو الناشطين لفترات طويلة، ولكن بعض الناشطين كانوا متواجدون هناك. كانت الطائرة التابعة لقوات الاحتلال الروسي قامت بتنفيذ غارة جنوب النقطة التركية الواقعة في شير مغار بجبل شحشبو، ولكن لم يكن هناك يعني أو اقتصرت الأضرار على الماديات فقط، لم يكن هناك إصابات في عناصر الجيش التركي، لأن بحسب الصور التي وصلتنا من الناشطين التنفيذ كان على مقربة جدا من هذه النقطة أو على أمتار قليلة على بعد السور من هذه النقطة. لم ترد أنباء حتى هذه اللحظة عن إصابات في صفوف أو في عناصر الجيش التركي. نعم. في نقطة طيب. أيضا جميل، يعني كما ذكرت أنه دخل وفد إلى طريق الM4 للكشف عليه ويدور الحديث عن نقاط مراقبة تركية جديدة
ما أهمية هذه النقاط التي تسعى أو من الممكن أن تقوم بإنشائها تركيا بالنسبة للفصائل، يعني من وجهة نظر المتواجدين اليوم على الجبهات برأيك، ما أهمية هذه النقاط أو نقلا عنهم جميل؟ نعم أهلا. بالنسبة لهذه النقاط وبحسب خط سير الوفد التركي، طبعا قبل أن نتحدث عن هذا الأمر، قبل 3 أيام دخل وفد تركي أيضا يضم ضباط من برتب مختلفة وهم تابعين للجيش التركي، وصلوا إلى منطقة معرحطات جنوب بلدة حيش أو شمال بلدة حيش، حيث يتمركز هذا الرتل وأنزل الآليات والدبابات، توجه إلى تلك المنطقة وبقي هناك لساعة واحدة أيضا في عملية استطلاع في تلك المنطقة. ربما يكون هناك إنشاء نقطة تركية أو نقطتين، حتى اللحظة لم تتوضح الأمور أكثر لأن عملية الاستطلاع ما زالت مستمرة. أما بالنسبة للإجابة على سؤالك، بحسب خط سير الدورية التركية فعملية الاستطلاع هي كانت غرب الأوتوستراد، أي من غرب مدينة سراقب الواقعة بريف إدلب الشرقي، ووصولا إلى مدينة معرة النعمان، وأيضا باتجاه الطريق التقاطع ما بين M4 وM5. هذا الأمر يدل على أن يعني أكثر من نقطة تقوم هذه أو يقوم هؤلاء الضباط الأتراك بالاستطلاع لوضع أكثر نقاط تعزيزا للنقاط المتواجدة وسد الثغرات إذا حاولت ميليشيا أسد الطائفية التقدم على تلك المحاور، كما حصل في مدينة مورك الواقع بريف حماء الشمالي، ودخول ميليشيا أسد الطائفية بعد فرض حصار على النقطة التركية ودخول العناصر إلى هذه النقطة. طبعا هنا يعني أنباء غير مؤكدة حاليا وردتنا عن انسحاب لميليشيا أسد الطائفية من مدينة مورك وبقاء الشرطة العسكرية الروسية التابعة لقوات الاحتلال الروسي والنقطة التركية التابعة للجيش التركي حتى اللحظة، يعني نظرا لعدم وجود ناشطين وعدم وجود مدنيين في تلك المنطقة يصعب علينا تأكيد تلك الأخبار، ولكن نحاول الوصول لأنباء. آخر الأنباء وردتنا عن انسحاب لميليشيا أسد الطائفية من تلك المنطقة خاصة في مدينة مورك حاليا. شكرا جزيلا لك جميل حسن، مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من حماة جبل شحشبو.